عسلمة 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 عسلمة. قدموا لي رواحكم. غفران ملك. غفران من الزهرون. اش تعملوا في حياتكم؟ نقرأ. احكي لي شويه على القرايه. نحب نحكي على لونتوراج نتاع لي لسييت وكا دونك لسييت اونتوراج على الحيط. نقرا في الزهروني. نقرا في الدندي. ايدا مش بعيدة، انا في الوسط معناها بين الزهروني والدندي. ما عرفش انا معناتها لسييت هي من داخل تكون باهيه، اما البرا على الحيط من داخل تظهر لك عالم آخر، ومن برا كلوشارات نطرة. هذوما نفس الأشخاص اللي يقرأوا؟ لا لا، عباد أخرين يبدأوا قاعدين قدام الليسيات. فما اللي يقرأوا فما اللي ليرا، فما اللي موجودين من الليسي يجيك في وسط الكلاس نتاعك يقول لك يا تعطيني فلوس يا نضربك يا نعمل. سمعت بها برشا، هذيا عديت برشا تلامذة حكيوا لي نفس الحكاية. تصير تصير ديما. كيفاش يدخل لك معناها هو يعرفك يقرا معاك صحاب انت وياه؟ مثال انت تشري مثال من البيفيت يشوفك عندك فلوس يقامرك يبقى يتبع فيك نهار كامل يا تعطي. هو يقرا فرد ليسي معاك؟ ينجم يكون ينجم يكون. خاطر احنا الليسي اللي نقراو فيه عرفتك السور واتي واتي ياسر، ينجموا ينقزوا له كل بلايص ويدخلوا يفكونا تليفوناتنا يضربونا يفكونا فلوسنا كل شيء. يعني احنا في الليسي هذاك متعرضين لكل شيء. راكم في غابه انتم ما عليها واحد باش يبعثكم تقرا ويخاف عليكم؟ لا لا، يا ريت اللي نحكيو فيه احنا تو ما كانش يصير قبل. فينا في وقت ما كانش الحق ما كانش يصير قبل، حتى مش لسيت الكل. نحنا لسي متاعنا هكا شوية شوي بيسكو لونتوراج متاعو معناتها خايب، أما جاو بيه لسيذة محلام على الأخر مش خاطر نشكر فيهم أنا، أما راهو والله طيارة لسيذة. حتى مدير المؤسسة موش مقصر معنا حتى طرف، وديما قدم له تحية مسيو مكرم السمعي ياسر جونتي معنا ياسر وحبوه برشا ربي يخليه يقف معنا على الأخر زيدا. سيرتو معناتها كي تبدا مثل حد محتاج ولا مش معناتها حكايه هكا ولا يتظلم عبد في الليسي معناتها يقف معنا في مشكله. حتى كي تبدا عندك مشكله ولا حاجه تمشي له يحلها لك بالوقت. ياسر محليه الانسان هذاك والله يعطيه الصحة مش مزية. نكمل نحكيو على الانتوراج. بالحق صدمتني كي قلت لي معناها يجيك يقول لك اعطيني فلوس بالسيف. اي بالحق والله يجي يقول لك اعطيني فلوس. ثم ميم با حكيتوا مع بعضكم ما نعرفوش صارت لك؟ لا انا ما صارتيش، اما قدامي تصير برشا عباد. كيفاش يتصرفوا؟ يا ما عندك ما دعم يلزمك تعطيه، يلزمك سينو باش يبقى يقعد عليك عام كامل. السؤال المطروح انه هو ولد اللي سي هذاك ولا ينجم يكون ينجم يكون ولد الليسي وينجم يكون ماهوش ولده خارج خارج الليسي. ما تنجموش تعرفوا؟ لا خاطر ما مش ديما يتواجد في الليسي، حتى لو كان جاي مره ولا مرتين المره الثالثه ماكش باش تراه ماكش باش تعرفه ما يوريك. هو اللي يضرب ضربه قويه معناتها ينطر تليفون ولا حكايه ما عادش يدور غادي جمله. ميلا ما همش ولاد المعهد. علاش ما همش ولاد المعهد؟ احنا الليسي نعرفوا بعضنا واربع سنين قرايه مع بعضنا معناها نعرفوا بعضنا ما ساعات من الكوليج للليسي. يعني حتى ولاد الحومه غاديك ولاد الليسي كي تصير لنا مشكله يجوا معانا فمستنسي. شيء يخوف هذا. الاخر لازمك تاخذ احتياطك من كل شيء. للتليف انا تليفوني ما يهزوش معايا الجمله في الدار في الدار. لا مشكله مش حتى على التليفون والفلوس، المشكله عليكم انتوما معناها الخوف عليكم انتوما. نورمال نورمال لازم مادام احنا قاعدين في تونس لازمنا الاولياء كي يسمعوا هكا يخافوا على صغارهم برشا. اكيد فما تهزني وتروح بي ما انت شو قديش عمري امي تهزني وتروح بي عندها الف حق. فما ديجا برشا اولياء يستناو في ولادهم يوصلوا حتى مثال يقراو من 8 نص نهار يوصلوا يستناوهم تحت الحيط لين يكملوا ويروحوا بهم نص نهار ويعاودوا يرجعوا بهم. يبقاو اربع سوايع في الليسي يستناو ولادهم يروحوا مع بعضهم يفطروهم ويرجعوا يبقوا معاهم يبقوا معاهم حتى يكشي لين يكمل التلميذ. خاطر فما برشا حاجات مثل ما يقراش ماضي ساعه الماضي ثلاثه ولا حاجه لازمهم يخدموا لازم معاهم. سينو الامهات اللي يخدموا مساكن كيفاش عاملين؟
اللي يحكي لك عليهم ماهمش يخدموا معناها، اللي تخدم هذيك باز راي جارد ولا حاجه. تي عندي صاحبتي جارد، دخلت جارد قتلها 50 نهزك وترجع، والستين الاخرى باش تفطر معنا، تفطر معنا في الجارد وتبقى، وشنو قديش باش تبقى على ساعه ولا ساعتين لا ترد، قتلها 110,000 الزوز. ما عندهم حتى حل اخر باش ينجموا يحميوا صغارهم، ما عندها حتى حل، لازمها تتقبل. مادام التلامذة متعرضين للخطر يظهر لي حتى البروفيت كيف كيف باز اكيد خيمة ما صارتش برشا مرات، صارت برشا. اعطيني حكايات صاروا كيما التلميذ اللي ضرب استاذ و عندكم انتوما في المعهد؟ عنا احنا تلامذة في بعضنا نتعاركوا، اما الاستاذة ما ندوروش بهم. مش يحكي لك عبد هكا من برا عمل براكاج، ولا كيما قلت انت خاطر هذا يتسمى براكاج، راه عطيني فلوسك. صارت حادثة في كوليجنا السنة زادة تريمستر الأولى، تلميذ ضرب أستاذ. احكي لي كيفاش وعلاش؟ نعرفش سبلوا أمه حكاية هكا معناها ما أستاذ سبلوا أمه ولا نعرفش قالوا أمك بخدمته الدفار ولا حكاية هكا. تلميذ ما عادش في مخه زاد، نحنا ديما نلومو على التلامذة وما نلوموش على الأستاذ. هذيا في تونس مش نورمال، ريت كي تمشي تقول راهو الأستاذ عيط عليا ولا مبزني ولا حاجة، أمك ما تكونش منعكسين تقول لك ما يسالش عايش ولدي عدي العام هذايا، ما يسالش ما تسمعوش. أي خاطر احنا قبل كنا نعديو معناها ما أكيد تمبزنا معناها. كي تلميذة والله ما تصير لي أي حكاية عيط عليا أستاذ وإلا نتبصر يوسنا ونسكتوا. التوى هما قبل يحترموا الأساتذة، هما يحترموا الأساتذة قبل وكل شيء، احنا زادة توى حتى كيكش علينا الأستاذ ولا حاجة نحترموا ناخذوا برايو، يعني توى نتبصر يوسنا ونسكتوا. حتى زادة الأساتذة رو يقول لك كي تبدا بنيه يعيط عليها أستاذها ولا أستاذتها تبص راسها وتسكت، والوليد اللي يتقبح هكا. علاش العقلية متاع برشا تونسي لازمها تتصلح برشا برشا هكيك عقلية. يأثرش عليكم في قرايتكم شيء هذا الكل؟ يأثر تقول فديت من القراية هذه، معناتها أخيب حاجة. تصور أنت تلميذ كاتريام ولا تروازيام ابتدائي يقولك فديت من القراية، علاش؟ خاطر نهار كامل يقراو، معناتها تصور انت مثال يمشي من 8 نص نهار ويزيد يرجع يروح، ما كاينو يقرا كوليج ولا ليسي. وهذه حكاية ياسر تاثر في التلميذ ويخليه يقرا القرايه في سن مبكر. معناتها الكتب، حتى الكتب نتاع سنه اولى 10 كتب، يعني ياسر حتى سنه اولى 10 كتب، ثلاثه اربع حاجه هكا. سنه اولى راه نحكيو على كتاب زوز كتب مثلا، الكرتابة متاعهم كي تهزها على الاخر توزن رزينة حتى مخه ما ينجمش يستوعب القراية ذيك الكل، مازال صغير 6 سنين راهو يلزمو يقرا في الجارد ويلزمو يروح للدار يقرا ويلزمو يقرا ايتود. علاش هذا الكل؟ لازمهم يعملوا لفتة نظر شوية للبرنامج، لازمهم ينقصوا في البرنامج متاع تليك. علاش توا جينيراسيون جديدة ما عادش فارغة برشا فارغة ياسر؟ والله حتى احنا راو في الثانوي لازمهم ينقصونا في البرامج، لازمهم راو دفوار يقول لك على درس اثنين وهو يجيب لك على 3 دروس واربعة دروس، رانا مانيش قادرين هكيك. احنا دفوار هكيك مانيش قادرين نستوعب، خل ينقصونا شوية في البرامج، نقصونا شوية في البرامج. حتى ريت ينقصوا في البرامج ويبقى الوقت هو بيدو باقينا التلامذة ماهيش باش تستوعب حد شيء ومش باش يدخل شيء لريوسم جملة. يلزم وقت يتنظم مش من 8 للستة ولا للخمسة. عندي واحدة صاحبتي انت هو فهم أكثر منه حفاظة، صحيح أما الواحد أما زاد الواحد قديش منه يلزمك تحفظ باش تفهم. تفهم باش تحفظ؟ لا تحفظ باش تفهم. انا هكا كل واحد وطريقته، هو كل واحد وطريقه مخي كيك انا فهمها اكثر. العكس كي تفهمها تشدها في مخك، كي تحفظها تنساها ولا صحيحه هي. اما انا
نحسها العكس. حاول افهم مليح 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 ومسالش كنت تحب احفظ احفظ، اما كي تبدا فاهمه اوموا ما تنجمش تنسى حاجه في الدفوار، حفاظه تنجم تنسى راهو. صحيح صحيح، الحفاظه في ساعه ما تتنحى من مخك ما تبقاش. خاطر حتى كي مش تحفظ 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 تنسى كلمه تنسى كل. تنجم تحفظ التواريخ. اللي بالباز نتاعهم اللي حاجتك بهم رؤوس الاقلام هذوك. الفهم هو المهم. معناها ان شاء الله ربي ينجحكم وان شاء الله ربي يحميكم في الانتوراجيه.